الاحتمالات تبقى متاحة دائما في كرة. صحيح. حاضر بقوة في صالح اللعبة، وسنذهب مباشرة إلى ملعب مدينة زايد الرياضية. نور الأخضر سنور عليك وعلى كل المشاهدين الكرام. سنور على أرض الواقع، أصبح العين في المباراة النهائية لمنافس مواجهة الريال. هنا راس براس، داش ضده داش، عيسى في حراسة المرمى، محمد فايز واسماعيل أحمد، محمد أحمد ويورنتي ولوكا مودريتش، وفي المقدمة هنالك جارث بيل، والتي ملأت مدرجات ملعب المباراة يسعى لتحقيق الانتصار لمنافسات بطولة كأس العالم للأندية. كرة بمحاولة في منطقة الجزاء خطيرة، الكرة الماضية دمت في القائم، تحولت إلى خارج أرضية الملعب. خطيرة محاولة الريال ومحاولة عن طريق اللاعب يورينتي الذي يتوقف في منطقة الجزاء. خطيرة محاولة، استغلال للخطأ ماركوس بيرغ في منطقة الجزاء، لكن المحاولة الماضية وكان خطير على مرمى تيبو كورتوا، والكرة والمحاولة الماضية اليمنى وصلت إلى لوكاس فاسكيز في منطقة الجزاء. رأسية تأتي، لكن الكرة بعد ذلك من محمد أحمد إلى خارج أرضية الملعب، ركنية على يسار حارس المرمى خالد عيسى، ركنية لمصلحة ريال مدريد. عجب العجب، يأتي بأن يبعد أبطال القارات على أساس أن عودة البرازيلي كاسيميرو ممكن أن تبعد يورينتي مرة أخرى. عادت إلى بيل من جديد، محاولة لتغيير اتجاه اللعب، جيو تاني مما فتح الطريق إلى التعادل ثم الفوز بركلات الترجيح. كرة بأقدام كريم، تسديدة من بنزيما إلى خارج أرضية الملعب، تصل الكرة بعد ذلك إلى ركلة مرمى عند الحارس خالد عيسى. هذه الكرة ممكن أن يسجل العين، إحسان الشحات في منطقة الجزاء. يا الله يا حسين، يا الله يا حسين، لكن من في المكان المناسب اليوم؟ فاسكيز عرضية في منطقة الجزاء، وصلت إلى كريم، مدرج تسديده. لوكا الأنيق، لوكا الرائع، أفضل لاعبي العالم مع أفضل أندية العالم في بطولة كأس العالم، وتفرج يا عالم تفرج بأقدام الملكي الأنيق المدير لوكا، يسجل أول أهداف اللقاء ويتقدم، يمتلك لقبين ويبحث عن الثالث. كرة في منطقة الجزاء، جول جول جول. الراية موجودة والتسلل حاضرا في اللقطة الماضية، والراية تأتي من الحكم الدوري وعلى مستوى المنافسات الخارجية. عرضية في منطقة الجزاء خطيرة، من المكان المحبب لداني كارفاخال، من دون أي تأليف كارفاخال مالك في الجهات اليمنى، يتوغل من الجهات اليمنى، هنالك على حساب الرجاء في المغرب، يأتي بعد ذلك ليفوز جديد عن طريق مودريتش. وصلت إلى كارفاخال، عرضية من داني داخل منطقة دومبيا ما بين كايو دومبيا، محاولة المرور والتقدم، سقوط عادت بأقدام اللاعب محمد فايز إلى حارس المرمى خالد عيسى. عليه أن ينتظر، عليه أن يدفع الكثير من الأموال، وعليه أن يعلم ونادي القرن نادي ريال مدريد. كرة بمحاولة من رافائيل فاران، أمام كرة بمحاولة مرور وتقدم، لمسة في منطقة الجزاء، وصلت إلى تونالي القائد أو لاعب خط الوسط. والحديث عن لوكا مودريتش، رد على كأس سانتياغو برنابيو ونجح في تحقيق الانتصار. تيبو كورتوا، محاولة ملعوبة في منطقة الجزاء، والبلات اليسرى مارسيلو إلى كارث بيل، بيل عرضية في منطقة الجزاء، لكن إسماعيل أحمد في المكان المناسب يبعد الكرة، ثم بعد ذلك اصطدمت وتحولت إلى خارج أرضية الملعب. وصلت المحاولة إلى أن تكون بركلة المركز الثالث، كان أبرز الإنجازات إلى أن جاء إنجاز العين. ووصل تغطية من دومبيا، عودة بالمحاولة الماضية بأقدام رامي اسلم، مخال أمامية يلعبها، تصل إلى لوكاس فاسكيز، فاسكيز في منطقة الجزاء، خطيرة جدا، تطير الكرة الماضية من كريم بنزيما، لكن كرة علت العارضة، تحولت إلى خارج أرضية الميدان، وصلت إلى ركلة مرمى، ركلة مرمى. هذه المحاولة لا وجود فيها للتسلل، لا وجود للتسلل، لوكاس فاسكيز وصلت في الجهات اليمنى،
الى خارج ارضيه الملعب. فرصه الان من خلال احداث في هذا اللقاء. كايو في الجهه اليسرى حاولت مروره لمسه في الجهه اليمنى خطا. اسماعيل يتقدم، كايو يلعبها، قدم يلعب الكره الى كارفخال، يدخل الى منطقه الجزاء والتصدي ياتي من محمد. وفي الجانب المقابل من اجل هدف اخر عرضيه راسيه، خالد عيسى يواصل التألق، جبل حفيت في العين، وهنا خالد عيسى في مدينة زايد. وما بين أفضل لاعبي العالم لوكا مودريك، لكن من جديد خالد عيسى، من جديد خالد عيسى. هذه المحاولة الماضية، يا الله حلوة الكرة والمحاولة الماضية. خط الدفاع كان يمتلك مجموعة أخرى من الأسماء شكلت حضورا متميزا جدا. الدقائق الخمس الأخيرة قبل نهاية أحداث شوط المباراة الأول. أرضية يعني توني كروس أو هذا على كريم بنزيما، كرة بمحاولة، محاولة في منطقة الجزاء والتسديدة تأتي، لكن أيضا التصدي، استبسال رائع جدا من المدافعين نادي العين بالنسبة لمحمد فايز. إسماعيل أحمد، ومن خلف هؤلاء يأتي حارس المرمى خالد عيسى الثلاثي الذي يقدم أداء جيدا من خلال أحداث هذه المواجهة وفي شوط المباراة الأول إلى الآن. يلعبها إلى توني كروس، لمسة في الجهة اليسرى. أبين فارق في كل شيء ما بين ريال مدريد وما بين نادي العين، محاولة لمصلحة الريال للأندية والأمور الحاضرة من خلال أحداث هذه المواجهة. 1962 ولم تكن الخسارة الوحيدة، إذ عاد بعد ذلك محمد فايز. إسماعيل أحمد، محمد أحمد في الجهة اليمنى، والياباني تشيوتاني يتقدم جارث بيل، لكن أيضا التغطية تأتي من محمد أحمد. عادت المحاولة من جديد لمصلحة الويلزي، تحولت إلى خارج أرضية الملعب، ركلة مرمى عند الحارس خالد عيسى، ركلة مرمى عند خالد عيسى. هذه في منطقة الجزاء، التوغل تأتي والعرضية تأتي والرأسية تأتي. أوهو حلوة من محمد فايز، الله 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 على فمكن إعادة لسيناريو نهائي الأبطال في اللقطة الماضية وفي مرمى ليفربول. هذه المشاركة ويأتي للفوز بلقب آخر. محاولة تصل في منطقة الجزاء، أبعدت عن طريق القائد إسماعيل أحمد، مرتدة لمصلحة نادي العين في الجهة اليسرى. كايو ينطلق يبحث عن من؟ يبحث عن مساهم. كأس العالم سجل اللاعب الكبير في كرة القدم السعودية الهريفي كرة بمحاولة خطيرة جدا، خطيرة الكرة الماضية مرت إلى خارج أرضية الملعب. بنزيما لم يسجل في هذه النسخة، لم يسجل في النسخة الماضية، لم يسجل في نسختين متتالية. تكون مباراة الريال مباشرة بعد نصف النهائي أمام ريفر بليت. سلامور من كرة بأقدام ريان، يسلم في منطقة الجزاء، وبعدت الكرة الماضية عادت إلى محمد عبد الرحمن شقيقة عمر عبد الرحمن، انتقل إلى نادي الهلال وأصيب بعد ذلك، نسأل الله العلي القدير أن يشافيه. سقوط في منطقة الجزاء، حكم المباراة يعلن عن استمرارية اللعب. وكما ذكرت أيضا فأن الانتصارات اقتصرت على هذه الأندية الثلاثة. محاولة في التغطية، محاولة لمصلحة الريال. كريم كريم أخي الملعب، ركنية أرضية في منطقة الجزاء، وبعدت من أمام راموس تسديده. مفاجأة قوية جدا بأقدام يورنتي، يورنتي يسجل، يضع الكرة في شباك عيسى ويعلن عن ثاني الأهداف، يسجل ويطلق الأفراح في مدريد ليعلن عن التقدم المستحق. كرة من حسين الشحات، عرضية في منطقة الجزاء، وصلت رأسية كل مثالي جدا من لوكاس فاسكيز إلى جاريث بيل، يلعبها لكن إلى خارج أرضية الملعب، إلى خارج أرضية الملعب. الكرة والمحاولة الماضية تصل إلى ركلة مرمى هذا الويلزي جاريث بيل. والركور في الجهة اليمنى، كايو على مشارف في منطقة الجزاء يسدد. دقيقة رقم 64، ركنية لمصلحة نادي العين، عرضية في منطقة الجنب من داني كارفخال، لكن تمريرة الله 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 على، حاول أن يستغل خروج حارس المرمى خالد عيسى، لكن إلى خارج أرضية الملعب، إلى خارج أرضية الملعب. مسمى جديد، مسمى قديم، انتر كونتيننتال، كاس عالم للأول لمصلحة كارفخال. لوكاس فاسكيز في منطقة الجزاء، لكن بعد بها السابع على مستوى هذه البطولة، تأتي بعد ذلك البرازيل بأربع.
أن يلعب مباراته المؤجلة يوم 3 يناير، يوم 3 يناير القادم. كرة تصل إلى مارسيلو في الجهات اليسرى يبحث عن التقدم الآن، يضطر. أقيمت 3 نهائيات لبطولة كأس العالم للأندية وهذا الرابع. كرة في منطقة الجزاء، راموس القائد يسجل، يضع بصمته، يرتقي ويضع الكرة في المرمى ويعلن رسميا عن تتويج الريال بطلا لمسابقة كأس العالم للأندية. كرة في شباك عيسى، هدف.